ممكن ربنا سبحانه وتعالى يمتحن الرجل بأشياء في استطاعة كل إنسان ويجعلها دليلا على إيمانه، زي الاستئذان. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. إن الذين يستأذنونك ها أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. ألا هو أنا لما أقول له عن إذنك أنا رايح البيت، إيه الصعوبة اللي فيها؟ إيه الغرابة يعني اللي فيها؟ شلت أنا جبل على كتفي لما قلت له عن إذنك أروح البيت؟ ربنا سبحانه يقول في سورة النور: إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. فجعل الاستئذان علامة الإيمان وأكدها كمان.